يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد أننا نحبك في الله. يقول سؤالي: أنا أعمل في إحدى دول الخليج المجاورة لكم، أعمل في الأمن، حيث الدوام بنظام الورديات، يومين ليل ويومين آخر النهار ويومين صباحا ويومين إجازة، فما نصيحتكم لنا في طلب العلم حيث يتعذر علينا التزام الدورات والدروس، ونرجو منكم الدعاء لنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. مثل هذا الأخ المشغول بعمل غير منتظم، ليس له وقت معين لعمله ولا وقت معين لفراغه، فمثل هذا يتخول ويتحين الفرص، فإذا فرغ من عمله فإنه يزاول الطلب ويتردد على أهل العلم في دروسهم، ويقرأ في الكتب ويسمع في الأشرطة، ويجد في طلبه، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على التحصيل، ويعمل بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهي خير معين له في التحصيل. واتقوا الله ويعلمكم الله.